ثاني لنفتح الكتاب صفحة 80 ونكمل الحل. اكتبوا العدد المناسب في المربع. أريد أن أطلب منكم شيئا يا ثاني، أن تقوم بحل هذه الصفحة بشكل فردي، وبعد الانتهاء من الحل قم بالتأكد من صحة الحل من خلال الشرح الذي سأوضحه لك الآن، حتى تتأكد من أن المعلومات قد توصلت إليك بشكل صحيح. هيا بنا. أكتب العدد المناسب في المربع. أعطاني مجموعة من عمليات الضرب ومجموعة من القسمة ومجموعة من الجمل المفتوحة، وعلي بالتوصل إلى ناتج حل هذه العملية. في البداية، 1 ضرب 3 كم يساوي؟ 1 عدد المجموعات ضرب 3 العدد المتكرر كم يساوي؟ 1 ضرب 3 يساوي 3. 3 تقسيم 1 كم يساوي؟ 3 هو المقسوم، والواحد المقسوم عليه. كم ضرب 1 3؟ ممتاز، 3. 3 تقسيم 3 يساوي 3 هي المقسوم، والثلاث الأخرى هي المقسوم عليه. كم ضرب 3 3؟ رائع، 1. إذن 3 تقسيم 3 يساوي 1. كم ضرب 4 يساوي 20؟ أعطاني العدد المتكرر وأعطاني الناتج، وعلي بإيجاد عدد المجموعات. كم ضرب 4 يساوي 20؟ 5 ضرب 4 يساوي 20. ممتاز. 20 تقسيم 4 كم يساوي؟ المقسوم 20، والأربعة المقسوم عليه. كم يساوي؟ كم ضرب 24؟ 5. إذن 20 تقسيم 4 يساوي 5. 20 المقسوم تقسيم المقسوم عليه، علي بإيجاده يساوي 4. كم ضرب 4 20 5؟ 20 تقسيم 5 وهو المقسوم عليه يساوي 4. 4 ضرب 2 4 عدد المجموعات، والاثنان العدد المتكرر. 4 ضرب 2 يساوي 8. 8 تقسيم 4 يساوي 8 هي المقسوم، والأربعة المقسوم عليه. دائما المقسوم هو العدد الأكبر. انظر في هذه المسائل، دائما المقسوم هي العدد الأكبر. أكمل. 8 تقسيم 4 كم يساوي؟ كم ضرب 4 8؟ ممتاز، 2. 8 تقسيم 4 يساوي 2. 8 تقسيم 2 كم يساوي؟ 8 هي المقسوم وهي العدد الأكبر، تقسيم 2 وهي المقسوم عليه كم يساوي؟ كم ضرب 2 8؟ 4. 5 ضرب كم يساوي 10؟ أعطاني عدد المجموعات وعلي بإيجاد العدد المتكرر، وأعطاني أيضا الناتج. 5 ضرب كم 10؟ 2. ممتاز. كم تقسيم 2 يساوي 5؟ هيا يا صديقنا الضرب ساعدنا في حل هذه المسألة. 5 ضرب 2 كم يساوي؟ 10. إذن 10 المقسوم تقسيم 2 المقسوم عليه يساوي 5. نكمل. 10 تقسيم كم 2؟ 10 هي المقسوم، وعلينا بإيجاد المقسوم عليه، وأعطاني الناتج. كم ضرب 2 يساوي 10؟ 5. 10 تقسيم 5 يساوي 2. أعطاني هنا 3 ضرب كم 9؟ أعطاني عدد المجموعات وعلي بإيجاد العدد المتكرر، وأعطاني الناتج. 3 ضرب كم 9؟ 3 ضرب 3 9. هنا نستطيع الاستعانة بالمقسوم من خلال الحصول على ناتج عملية الضرب، لأننا في الملاحظة السابقة أخبرني بأن عدد الكل هو المقسوم، إذن 9. وللتأكد، كم ضرب 3 يعطيني 9؟ 3. إذن 3 ضرب 3 يعطيني 9. بهذه الطريقة أكون قد توصلت إلى حل جميع المسائل بطريقة سهلة والاستعانة بصديقي جدول الضرب. هيا تأكدوا من صحة الحل وقوموا بوضع الإجابة في المكان المناسب. ننتقل إلى صفحة 81 ونكمل الحل. في الصف الثاني الأساسي 20 طالب، وزعتهم المعلمة على 5 مجموعات متساوية، فكم طالبا
يكون في المجموعة الواحدة؟ أعطاني هنا يا ثاني بأنه لدينا 20 طالبا، ولدينا أيضا 5 مجموعات. نستعين بالقسمة، عدد المجموعات 5 وعدد الطلاب 20. المقسوم هو العدد الأكبر وهو 20، عدد الطلاب 20 تقسيم 5، 20 المقسوم والخمسة المقسوم عليه. 20 تقسيم 5 كم يساوي؟ نستعين بصديقنا الضرب. كم ضرب 25؟ رائع، 4. 20 تقسيم 5 يساوي 4 طلاب في كل مجموعة. هكذا نكون قد وزعنا الطلبة بالتساوي. للتأكد نقوم بتحويل المسألة إلى ضرب. عدد المجموعات التي أعطاني إياها 5، والعدد المتكرر التي توصلت إليه من خلال حلي لعملية القسمة وهو 4 طلاب في كل مجموعة. 5 ضرب 4 يعطيني 20 طالبا. ممتاز. من الحل جد ناتج القسمة. أعطاني مجموعة من عمليات القسمة وعلينا بإيجاد ناتج حل هذه العملية. 6 تقسيم 2 كم يساوي؟ 6 المقسوم والاثنان المقسوم عليه. دائما في البداية أضع المقسوم وهو العدد الأكبر ثم المقسوم عليه حتى أتوصل إلى الناتج. 6 تقسيم 2 كم يعطيني؟ بالاستعانة بالضرب. كم ضرب 2 6؟ 3. 20 تقسيم 5 يساوي المقسوم 20 تقسيم 5 المقسوم عليه يساوي كم ضرب 25؟ 4. 12 تقسيم 4 يساوي 12 المقسوم تقسيم 4 المقسوم عليه كم ضرب 4 يساوي 12؟ 3. 8 تقسيم 2 يساوي 8 المقسوم والاثنان المقسوم عليه كم ضرب 2؟ 8. 4. لاحظ يا ثاني أنني دائما أستعين بالضرب. 6 تقسيم 3 يساوي 6 المقسوم والثلاث المقسوم عليه كم ضرب 3 6؟ 2. ممتاز. 5 تقسيم 5 يساوي كم ضرب 5 5 1؟ 5 هي المقسوم والخمسة الثانية هي المقسوم عليه والناتج 1. 4 تقسيم 1 يساوي 4 هي المقسوم والواحد المقسوم عليه كم ضرب 4 4 4؟ 9 تقسيم 3 يساوي 9 المقسوم والثلاث المقسوم عليه كم ضرب 3 9 3؟ أحسنتم. اكتب الإجابة في المكان المناسب. في النهاية يا أحباء الصغار، أدعو الله دائما بأن تكونوا بألف خير وعافية وسلامة، وأتمنى منكم مراجعة جدول الضرب وحل الأسئلة بشكل جيد، والكتابة على الكتاب بخط مرتب، وحل الواجب البيتي بشكل فردي وبشكل مرتب. أدعو الله لكم التوفيق. مع السلامة يا أحباء الصغار.